نحسبه عند الله من هدايا الذاكرة المقدسة، فقد التحق بصفوف الثورة التحريرية مع إضراب الطلبة 19 ماي 1956، وأسهم ورفاق دربه في مسيرة الحرية والاستقلال. إن مسيرة العلم التي انتهجها المرحوم بعد الاستقلال كانت مسيرة علم وفكر وثقافة نال احترام وتقدير المثقفين والمهتمين بشؤون البحث والتنقيب في التاريخ داخل الوطن وخارجه، وكان إلى جانب ثلة مباركة من المؤسسين الأخيار للمدرسة الوطنية للتاريخ. إن العلامة البحاثة الأستاذ البروفيسور العربي زبيري كانت عدته وعتاده البحث عن التاريخ والتأليف في التاريخ وتدريس التاريخ والدفاع عن التاريخ، ولم يعد يذكر سي العربي إلا ويقترن اسمه بمدرسة وطنية تاريخية منتجة أصيلة ذات أبعاد راسخة الأركان متينة البنيان. لقد آمن رحمه الله أن الحجة لا تدحضها إلا الحجة، ومن ثم فإن العمل التاريخي الجاد والفعال هو العلاج الشافي لمقاومة آثار وبقايا المدرسة الاستعمارية المختصة في التزييف والتحريف، وكان دوماً في صورة الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد خلف المرحوم رصيداً ثرياً للمكتبة الجزائرية وعلماً تنتفع به الأجيال لتعزز مسيرة حضارتها وتتفانى في خدمة الوطن الذي ضحى من أجله الشهداء الأبرار. أيها الجمع الكريم، قد يكون لنا في فقدانه بعض العزاء، ونحن نرى جيلاً نبيلاً من الأساتذة وطلابه ممن أخذوا عنه دماثة خلقه ومناقبه وطاقاته في التلقين والمحاضرة والحوار وفي الكتابة والتأليف، وقد يكون أيضاً للوطن العزاء في فقيدنا العزيز، ونحن نرى اهتمام الأجيال المتنامي بالتاريخ الوطني وحقل الذاكرة الوطنية. رحمك الله أستاذنا الفاضل، فالجزائر تفقد فيك قامة من قاماتها الكبار ورمزاً خالداً من رموزها الأفذاذ. فموتك مصاب لا يجبر، سائلين الله لك المغفرة والثواب، وأن يلحقك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذا المقام وفي هذا الموقف الرهيب، ونحن نودع فقيدنا السيد الدكتور الأستاذ محمد العربي زبيري رحمة الله عليه، نودعه إلى الدار الآخرة إلى لقاء ربه في جنات عدن إن شاء الله، رافعين أكف الضراعة إلى المولى عز وجل وسائلينه كما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لموتاه عندما يفرغ من الدفن، يقول لهم اسألوا الثبات لأخيكم فإنه الآن يسأل. ونسأل الله عز وجل الثبات لأخينا محمد العربي زبيري إن شاء الله، اللهم ثبته عند السؤال،
اللهم ثبته يا رب العالمين، اللهم ثبته بالقول الثابت، وقولك الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل القرآن العظيم له في قبره مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم نور قبره بالقرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، واجعله يوم الفزع الأكبر من الآمنين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احشره في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقه بمن سبق من إخوانه المجاهدين والشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأهله وذويه وعائلته وكل من فقده، نسألك لهم جميل الصبر والسلوان. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها، وعظم لهم الأجر فيها يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم بالصبر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الصابرين، من الذين حق فيهم قولك عز قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم ارحم موتانا في كل مكان، وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين برحمتك، إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجرنا وأجركم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تابعتم معنا دم شاهدينا الكرام، منذ قليل كلمة وزير المجاهدين.